خلينا نتفق على شغله من الاول، نحن كلياتنا كصانعين محتوى وبنعمل مونتاج وبنعمل فيديوهات بشكل عام، عندنا شيء كثير مهم انه نحن نعرف كيف نسرع الورك فلو تبعنا، فان كان من شورت كاتس او بنجيب كمبيوتر اسرع، بنطور مهاراتنا بالتعديل، بس من احد الاشياء اللي ممكن كثير تساعد انه نحن نستخدم برنامج اسمه فاينل كات برو، بس برنامج يعني بسموه اتس كريمنلي اندر ريتد، سو خلينا نفوت على فاينل كات برو ونشوف انا شو قصدي بهالموضوع. سو اول شيء بتلاحظوا بفاينل كات برو انه نحن البرنامج اللاي اوت او الشكل تبعه مختلف عن اللي احنا شو معودين، يعني ما عندنا لينز، ما عندنا شيء للاوديو لحاله، شيء للفيديو، شيء للافكتس لحاله، كلياتهم بينزلوا بنفس المحل. لنقول عندي هذا الفيديو تبع الموتو، بدي انزله لتحت، اوتوماتيكلي عمل كونكت مع بقيه التايم لاين وعم كمل مونتاج بطريقه افيشنت. حتى فيني نكون عم بعمل بلاي، اقعد حرك له محله، نحن الفيديو ماشي هلا، في يحط الفيديو لورا، في يحط الفيديو لقدام، بلا ما اخسر اي شيء من ترتيب الفيديوهات. كل شيء بالفيديوز بيكون كونكتد ببعضه. حتى نحن بهالفيديو بنرجع نشرح شو عم بيصير. بتلاحظوا انه كل فيديو تحت في الساوند افكت تبعه. لاحظوا هلا هيدي اللي كثير كومبليكيتد، في كذا لاير. في عندنا الكابس، عندنا التايتل، وعندنا الايكون، وعندنا الصوت، الانفايرمنت، هيك لنسمع هي لحالها. هاي الانفايرمنت، وعنا تحت الكوبي كوبي. بدنا نقول انه احنا بدنا نحرك هيدا الكليب كلياته، بدنا نخلي نحافظ على التايتل، على الايكون، على الصوره، مع الفيديو، مع الساوند افكتس تعوله، طالما هن كونكتد مع بعضهم. نحن فينا بمجرد ما انا اعلم على الكليب اللي بدي اياه، بمجرد ما انا احركه لورا، كل شيء يتحرك معه. نفس الشيء اذا بدي اجيب كليب جديد من فوق، بدي احطه تحت، كل شيء بيزيح، كل شيء بيتحرك لحاله، ما بيخليني انه انا اعمل اوفر رايت او محي شيء بداله. لاحظين كيف التايتل كونكتد على هاي والاوديو كونكتد على هاي، خلص في حركها بدي اياها انا اخر الفيديو، بدي اياها لهون. ثاني شغله حلوه بالموضوع انه انا ما بحاجه اقعد افكر كل كليب شو الريزوليوشن تاعتها واعمل لها اب سكيلينج وداون سكيلينج. تعالوا نشوف شغله، نحن البروجكت تبعنا نكبس على البروجكت، نحن البروجكت تبعنا فول اتش دي او 1080p 24 فريم بير سكند. بننزل على هول تاع الموتويات، بنعمل هيدي سيلكت، هيدي 4K و25 فريم بير سكند، واللي تحتها كمان فول اتش دي بس 50 فريم بير سكند. اذا انا اخذت هاي ونزلتها اوتوماتيكلي زبط لي كل السيتنجز، اذا هيدي 4K ونزلتها اوتوماتيكلي زبط لي كل السيتنجز، ما بحاجه انا اعمل اب سكيل وداون سكيل لكل كليب. والاحلى من هيك، انا البروجكت تبعي قلت لكم انه هو فول اتش دي، هروح على موديفاي فيديو، رح اعمله 4K. شو رايكم رح يصير بكل الفيديوهات؟ اكبس اوكي، البروجكت تاعي صار 4K، خلصت الخبريه. اوتوماتيكلي عمل اب سكيل لكل الفيديوهات. بدي انا صغره بعد عشان بدي ابعته مثلا للسوشيال ميديا، بدي احطه 720p، اوكي دان، خلصت العمليه لحاله، حرك لي كل القصص. فهول الخطوات اللي هدول الصغار كثير عم بتسرع لنا نحن الورك فلو، بس نحن خلص نحط ونمشي، ما بدنا نفكر انه كيف بدي ظبط، كيف بدي انا امشي مع البرنامج، خلص البرنامج هو عم بيمشي معنا ليساعدنا نحن نطلع الريزلتس نحن بدنا اياها، نحن حابينها. هلا يمكن هالقصص تكون صارت موجوده بغير برامج، بس هدول انا القصص اللي عم بحكيهم صار لهم من لما انا بلشت التعديل عليه للفاينل كات برو من 2012 او 13 تقريبا، فهول القصص موجودين من زمان، منه شيء جديد. من احد الاشياء الحلوه كمان بالفاينل كات برو انه لحاله فيه يعرف انه انا عندي هذا فوتج تبع الهاي فريم ريت، بقدر انا اعمل سلو موشن بطريقه انه بلا ما يقطع. فعنا هذا نحن 50 فريم بير سكند والبروجكت تبعنا هو 24 فريم بير سكند. ما علي الا اكبس الكليب، بروح على هون، بعمل له اوتوماتيك سبيد، لحاله عرف قد ايه فيه يبطئ الفيديو بطريقه انه ما يقطش ويضل الفيديو كثير سموث. احلى شيء انا عندي بهالبرنامج هو سكرت الفاينل كات برو، راح علي كل شيء؟ لا، هذا الحلو فيه، هذا الحلو نحن ببرامج الابل انه كل برامج الابل في اوتو سيف. يعني تخيلوا احنا عم بعمل اديت، قطعت الكهرباء، صار اي شيء، عمل كراش السوفت وير، ما بيروح علينا شيء. من احد الاشياء الحلوه كمان بالفاينل كات برو انه هو فيه يعمل رندر اوتوماتيكلي بالباك اند. فانا هلا شايفين هون النقط اللي فوق، هول عم بيدلني شو الاشياء اللي من عمل لها رندر. في فوت على الفاينل كات برو فوق بريفرنسز، هي باي ديفولت بتجي لما تنزلوا برنامج بتجي دايره لحالها. لما انا اكبسها بعد ثانيه من انا ما اكون عم بعمل شيء، لحاله حيبلش يعمل رندر. فباك اون رندر، عم بعمل بلاي انا، الفيديو ما في رندر، لاحظين النقط؟ ما نون رندرد. هحط ستوب، هوقف بلاي، واحد بعد ثانية ببلش يعمل رندر. كمل فيديو برجع بوقف للرندر، شايفين ما عم بيعمل رندر، برجع بحط بوز بينطر شوي برجع بيعمل رندر لحاله. يعني هيدي كمان كتير بتوفر لكم وقت، عشان لما يكون التايم لاين بنعمل له رندر، لما نجي نحن باخر البروجكت بدنا نعمل اكسبورت البروجكت بنعمل له رندر، بس بدي اعمل له سيف. تعالوا نعمل سيف لهذا الفيديو اللي هو 27 ثانية. خلينا نصعبها شوي على الكمبيوتر، حنعليها نعمل موديفاي، حنحطها 4K ونحط اوكي. لاحظوا هيرجع يعمل رندر مرة ثانية لما نحن عملنا له اب سكيلينج على 4K، هيرجع يعمل رندر لحاله للكليبس. لما يخلص الرندر شوفوا قديش حتاخد على السريع سيفينج الفيديو على الكمبيوتر. فايل، شير، اكسبورت فايل، فيديو ماسترينج، بنية فايل كبير 197 ميجا بايت. نعمل نكست، حطه بالموفيز، رح نعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. صار 50%. عم نعمل في اكسبورت لفيديو 4K وهذا كله منه مسرع ابدا. 70% خلص رن عمل اكسبورت، في ابعته دغري للكلاينت، خلصت الخبريه. ليكو تعال فرجيكم قبل ما ننهي شغله. انا بدي اعمل بلاي، فيني اعمل اديت ان ريل تايم، عم بحضر الفيديو، في انا احط هيدي هون، في انا احط هيدي هون ان ريل تايم. بدي فوت انا اشرح اكثر بالفاينل كات برو، اشرح، اعمل توتوريالز، نعمل كات وتريم ولايبرري مانجمنت وتظبيط الوان وكل شيء. فاذا حابين تعرفوا هول كلياتهم حطوا لنا واحد اذا بدكم اني اعمل لسن 1، حطوا لي 1 اذا بدكم اعمل فيديوين، 1 1 1 3، وفاجئوني كم فيديو بدكم اني اعمل. بتمنى انه اللي حكيته اليوم خليكم تفكروا لو شوي بالمية انه تعطوا فاينل كات برو اتشانس. ولهون نحن بنكون وصلنا لاخر الفيديو. ما تنسوا تعملوا لايك، سبسكرايب، وشير، وكومنت ليوصلكم شيء جديد، ونشوفكم بالفيديو الثاني.